تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم الصحية، قامت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيدة صالح وزيرة الصحة بزيارة إلى مركز الشيخ صباح السالم الصحي بمنطقة أم الحصم، وذلك لتفقد الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين والاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم الصحية لدراستها وتطويرها، بما يصب في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم وتحقيق راحتهم وما يصبون له من خدمات صحية في مملكة البحرين. وقد قدم الحضور من ممثلي المنطقة عدد من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة وصحة البيئة والنظافة وتوفير كل الخدمات الصحية خلال الفترة المسائية بالمركز الصحي، كما تقدم عدد من أهالي منطقة أم الحصم بعدد من الملاحظات والمقترحات إلى سعادة وزيرة الصحة والمتعلقة بتحسين الخدمات الحالية. ومن جانبها أكدت سعادة الوزيرة أن كل الملاحظات جديرة بالاهتمام وستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها، لافتة إلى اهتمام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع البحريني تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك خلال العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مساعي التوعية الصحية والتثقيف بجدوى الاستخدام الأمثل للخدمة الصحية وأهميته، بما يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم وأمالهم في الجانب الصحي. لافتة إلى أن هذا اللقاء يؤكد على الشراكة المجتمعية في الجانب الصحي بما يصب في مصلحة المجتمع البحريني، وأكدت أن الوزارة ستعمل على وضع آلية جديدة ومتطورة فيما يخص المواعيد وتقليل الازدحام وكذلك توفير الأدوية والاحتياجات الصحية لجميع المواطنين، وستسعى الوزارة إلى توفير كل الخدمات الصحية كواجب عليها باعتبارها وزارة خدماتية. كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تطوير الخدمات بما يرتقي لتطلعات المواطنين، مشيرة إلى المساعي المبذولة من قبل وزارة الصحة تجاه المضي قدما نحو تقديم الأفضل من خلال الجهود المجتمعية المشتركة لتجاوز النواقص والتحديات. اليوم طبعا متواجدين في مركز الشيخ صباح سالم الصباح في منطقة أم الحصم، وجاءت هذه الزيارة استكمالا للزيارات اللي نقوم بها بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، عندما وجه عدد من الوزراء ومن ضمنهم وزارة الصحة للقيام بزيارة إلى مركز إلى منطقة أم الحصم والاطلاع على الخدمات الصحية. احنا اليوم التقينا بعدد من المواطنين وأيضا مع سعادة نائب عبد الرحمن بومجيد ومن ممثلين من أمانة العاصمة، واستمعنا إلى الاحتياجات والطلبات في مركز في أم الحصم، وخاصة أن في هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى بعض التطوير، واتفقنا معهم على القيام بدراستها إن شاء الله، وهناك بعض الأمور الممكن أن احنا نقوم بها ونحققها بالنسبة إلى هذا المركز، بالإضافة إلى في بعض الأمور التي تحتاج إلى التنسيق مع الوزارات الأخرى بشأنها. تناولنا القضايا لذات العلاقة بالخدمات داخل المركز والمنطقة بشكل عام في أم الحصم، ما يتعلق بالصحة العامة والنظافة وصحة البيئة، وإن شاء الله هذه الأمور راح يتم تنفيذها بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. وإحنا نثمن ونشكر كافة المواطنين وسعادة النائب على هذه الملاحظات اللي راح ناخذها بكل جد وندرسها إن شاء الله وتتحقق لتطوير هذه المنطقة. لا شك بأن مملكة البحرين تقدم خدمات صحية متميزة تضاهي الدول المتقدمة، إلا أن هناك بعض الاحتياجات التي من الواجب أن يتم تطويرها وتحسينها لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطن البحريني. مركز صباح السالم الصحي يعني تجاوز 40 عام منذ إنشائه، يقدم خدمات إلى ما يقارب 40 مراجع، في حاجة إلى زيادة الاستيعاب للمركز في ظل الزيادة السكانية في المنطقة وفي المجمعات اللي يخدمها المركز، في حاجة إلى
توسعة إن كان من ناحية المواقف إلى زيادة ساعات الخدمة اللي يقدمها المركز حاليا إلى الساعة 9، في حاجة إلى تمديد هذه الفترة. في بعض الخدمات الحيوية اللي يلتمس المريض أو المراجع إلى تواجدها في المركز، خاصة المركز يخدم العديد من مجمعات العاصمة. هذا يعني بعض الاحتياجات، ولكن يجب التأكيد على أن الطاقم مركز صباح السالم الصحي من دكاترة وعاملين يقدمون خدمات متميزة للمراجعين. التحديث والتطوير واجب، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة نشوف مركز صباح السالم في وضع أفضل من الحالي من خلال هذا التوجيه الكريم من سمو رئيس الوزراء وتنفيذ احتياجات الأهالي خلال الفترة القادمة. تم اليوم زيارة الوزيرة فائقة الصالح إلى مركز أم الحصن. من خلاله تم اللقاء مع النائب المنطقة وأمانة العاصمة والمسؤولين في وزارة الصحة، وتم التطرق إلى عدة أمور، منها اللي هي المواعيد لفتح المركز، أيضا إلى المعوقات قد تكون موجودة وممكن حلولها، وبعض المشاكل مثل المواقف السيارات وما شابه ذلك. فكانت الوزيرة جدا متفهمة إلى هذا الوضع، ووعدت بأن ترفع هذه الأمور كلها وتم إن شاء الله حلها، وإحنا على أمل أن بيتم التنفيذ.